السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، قبل الدخول في الموضوع أنا اليوم عندي موضوع خاص ما تسميه البوليزاريو الشهداء، وعندي موضوع غنتكلم على أئمة موريتانيين كاينين في موريتانيا، فقهاء متكلفين بمساجد كيلقوا الحديث عندهم علاقة بالبوليزاريو، كيفاش كيستهدفوا المغرب وكيفاش كيحاولوا يروجوا بروبوغاندا البوليزاريو من خلال المساجد وباستغلال أئمة الموريتانيين اللي عندهم علاقة بطبيعة الحال بالبوليزاريو، ولا حتى أنهم عاشوا في مخيمات تندوف. وهذا الشيء كامل اللي نأكدوا من خلال تسجيلات صوتية وتسريبات صوتية. وقبل العودة إلى هذا الموضوع، بغيت نأكد لكم على أنني قريت قبل لحظات من الآن عناصر البوليزارو كيتناقلوا بينهم خبر في المجموعات الواتسابية، كيتحدثوا على قصف دروني جديد للمجموعة من عناصر البوليزارو من بينهم هالكين تقتلوا عشية اليوم. الخبر غير مؤكد، في انتظار لأنني نجيب ونستعن بتسريباتهم الصوتية اللي كتعرفوا انتم كامل على أن قناتي هذه 90 ولا 95% منها مبني على تسريبات صوتية كنأكد بها المصدر والخبر. نرجعوا لموضوعنا. شفتوا هذه المجموعة اللي ظهر لكم في الفيديو؟ هذو مما يسمون مقاتلي البوليزاريو الناحية السادسة. هذه المجموعة كاملة خلات، هذه المجموعة كلها تقتلات، فعلا ما تقتلوش في دقة واحدة كنقولوا بالدارجة المغربية، ولكن عبر مراحل. واللي باقي منهم هو هذا عنطيس، هذا عنطيس اللي قال له سعيد عليا، هذا هو الوحيد اللي ناجي منهم اللي حد اللحظة ماني كنت عارف كان حتى هو يدخل معاهم المناطق العازلة ولا يتسخر اللور ويدفعهم. هو الوحيد اللي باقي من هذا المجموعة اللي ظاهرة لكم في الصورة. هاد المجموعات اللي كيتقتلوا كيتعرفوا كاملين دائما يسموهم الشهداء. كيفاش الشهيد؟ وحنا نعرفوا على انه الشهاده يعطيها الله سبحانه وتعالى، ما يعطيها العبد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هل هادو شهداء في نظركم؟ هل هادو شهداء؟ هل هادو يستشهدوا في سبيل الله؟ كونوا مأكدين يا اخوتي، لانه هذو المقتولين هذو الهالكين كاملين كيتقتلوا وكيتقصفوا بالدرون وهما على جنابه. هذو الناس ما يعرفوا الصلاه وما يعرفوا الدين، هذه اول شيء، الاسلام ما يعرفوه. هذو الناس ما يتقتلوا من اجل الدين الاسلامي حتى نسموهم شهداء. هذو الناس ما يتقتلوا ولا حتى نسموه بين قوسين شهداء، لانهم كيستشهدوا بناء دفاعا على ارضهم ووطنهم. لا، أغلبية الساحقة من هاليكي البوليزار ما عندهمش علاقة نهائيا بالساقية الحمراء وهذه الذهب، ما هم صحراويين. أغلبيتهم موريتانيين من الشمال الموريتاني، أغلبيتهم جزائريين من الجنوب الغربي للجزائر تندوفيين، أغلبيتهم أزواديين برابيش جابتهم البوليزاري وجمعتهم في مخيمة تندوف، وعادين قال لهم الشعب الصحراوي طالب بالاستفتاء والاستقلال وتقرير المصير وما نعرفهاش. ما عندهمش علاقة بالصحراء الغربية المغربية، ما عندهمش علاقة بالساقية الحمراء وادي الذهب. إذا هذه الشهادة لا تنطبق عليهم في جميع المجالات وفي جميع الميادين وفي جميع القراءات. ما يتسموش شهداء، هادو انتحاريين. وغنسمعوا صوتيات من صحراوية بنفسهم كيقولوا لأنهم هادو ما هم شهداء، هادو انتحاريين، هادو دخلوا على أنهم انتحروا، هادو دافعهم البوليزاري والجزائر على أنهم يتقتلوا، هادو يتقتلوا دفاعا عن الجزائر، دفاعا على مصالح الجزائر، هادو يتقتلوا بناء ودفاعا على خلاف ومشكل ونزاع قائم بين الجزائر والمغرب. سمعوا التسريبات، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. ام بداه منين سولوه عن الموقف، قالوا انه من درا كان اهل موريتانيا وجيش موريتانيا وجيش الصحراء اللي قاتلوا في الصحراء، منهم مات شنو مصيره؟ قال لهم هم قال لهم
قال من القاتل والمقتول كلهم في الصحراء وسكنهم، هذا طبيعي عنهم القاتل والمقتول كلهم في الصحراء، هذا دليل على انه ما قد يتكلم به الحكومة ذاك الزمن مركز عليه حكومة موريتانيا الجادة، وباغي نعرفوا موقفه شنو. ما قد قال القاتل والمقتول كلهم في الصحراء، إذن قضية واضحة بأنه هذا الجهاد جهاد واضح ولا فيه لبس، وإحنا كاملين شفنا دلائله وشفناها بعينينا، وشفنا أن الناس اللي تم تخدم هاي القضية يسوى الصقاع مقاتلين ويسوى قاع لا مجاهدين بالفعل وبالعمل ويسوى الدبلوماسية ويسوى شنو، ما يموت منها رقاج ما عاد خاتمته خير، وإذا هو لك العلم منبج من كل جهة رحم عليه. ودلائل هنا هنا نقولهم لكم، شوفوا ذا الواقف اللي كانوا يخدموا القضية حق عندهم، وكل رقاش أكثر خدمة لذي القضية يعود أكثر الناس تعاطف معه وترحيم عليه بما فيه هذا اللي الشهيد محمد عبد العزيز اللي الناس كاملة راعيها، وبما فيه الشهيد محمد الخدام، وبما فيه الشهيد خليل السيد محمد، وبما فيه الشهيد البخاري والأحمد، هذو الناس لدمية كاملة من مشارق الأرض ومقاربها ترحم عليهم، ما أخبارها منهم شيء، ولا هم عاطينها فضة ولا هم ولا يخوتهم ولا ذعلة، هذو بعث لهم الله الخلق رحم عليهم بهم اللي خدموا هاي القضية وتفناوا فيها حق عندهم، وكفر عنهم مولانا سيئاتهم وعطاهم القبول في الأرض، وعادت المخاليق فرض عليها ترحم عليهم كاملة رقم ألفها يعملها ما هم قربائها ولا بينها معهم شيء، فرض عليها جبرية من الله تبارك وتعالى عن نية رقاج يخدم هاي القضية يجبر عليهم مولانا المخاليق كاملين رحموا عليه وتعود خاتمته خير. ومن أين تلمون اللي يموت ويشيع جناسه ويحضر له قد كلام البشر، هذا مناش ما هو فيه انه ولا فلان والله ولا فلان والله من المجموعة الفلانية، ذاك ما هو المهم، مهم انه اعطاها الله مشى بنيته الحقيقية في هذا العمل ومشى خالص فيه لله تبارك وتعالى، وعنه ما هو خاين فيه، ينعث له مولانا الصابرين يموت هو يصب عليه الخير ويصب عليه الناس رحم عليه. انظر كان الكلام واضح لكم والله ما هو واضح، الله يعملكم تعودوا فهمتوا هذا الابعاد والحقيقيه. انتوا القضيه واضحه، مولانا قال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، من نصوص القران والسنه، والقضيه لا غبار عليها، حد كامل باقي يعرف الرواية يرجع للحديث والآية، يجبر النصوص الناس خصيصا على ذا النوع اللي يعدل له للصحراء من إبادة ومن قتل. عندكم عنا ناس ينقبضوا الشيب وينقبضوا العليات والعجزة وينداروا في الطائر وينزرقوا منهم قاضي، يكروا لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، والناس هم اللي يجهر لها تراكتور حاسي أقوجي وهي مكتفة تشهد وتندار وتردم عليها. هذا أي إنسان وأي بليدة ما يقدر يتخطاها على جهة ما عرف عنه واجب الجهاد. وحد مولي من هذه الصحراء نقولها قاع أنا بكل صراحة ما جاهد، أنا نخشى عليه أن يعود ارتد عن الدين، وحد ما هو من أهل الصحراء ذاك شيء ثاني، يا بعض الصحراويين الحقيقيين لهذه أرضهم ومغزيين ووالديهم مقتولين وأخوتهم مكتلة وترابهم مقلوعة منهم رايت وقسم على الشلوحة، وبلناتهم ينخطوا لوحدين ثاني، والمنها بنا خيمة يجوا وحدين ويقولوا طير منهم انت اخباره، معناها ان هذا حد ما ألم والله حرك فيه والله جاهد فيه، مثلا لا يجاهد في شيء. واضح الكلام، جزاكم الله خيرا لعليا وعد اطلت عليكم. مرحبا مرحبا والخيمة الكبيرة، وهذا هو بيت القصيد هو الحق بعد، انه هو سبب الهلاك وسبب اندثار هذا العنصر، وجهض هدفه ووصوله الى بر الامان هو فعلا هذا النظام. لقد هذا النظام حول فساده وخبثه الى المنظومه كامله حتى نزلها شور القاعده، يعني حتى هي القاعده ضاعت وعات تايهه وتوفوا، وهذا يا ترقاج ينطلق من ذو ويعرفوا. ويا علي سالم ولا سويه حشر رجلي كامل اللي في البصك،
لكن هو توه يصدق لك هون وهم يقد حد بالي طرح عليهم رواية مرتزقة. قول لي علاش؟ لأن والله كان قاسم ينعود هم وجهي يطرح رواية يرفض عود مطروحة على أساس واضح. هم في الباص كيشبروا 1000 وضركن زادت 70 وكلها تاكرة قد واللي عنده الدار ما هم خلصها والدفع شور 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 المنظمات واللي كلها واقف رافد ما خلته يعطالوا لك وشات يعطالوا واللبن وجميع اللي قبال شمونك عنده ما هو زاقلش من جيبه وذيك 1070 يسرقها في لبنته ويجيك طالعون ويقول لك انت هي نحن عدا العهد عهداش عهد ليوذ وقيطت مامي ذيك والله هي الشين قالها هؤلاء عندكم انتم من العهد وتشيطنوا الناس يقول والمنتحر ملي حكموا عندكم قطعا حرقاش منتحر الشهادة ما يرتمي بها وقيس للأسفل الأسفل من النار إيه تو مشيتهم عنكم تتخبطوا شي من المفاهيم انتم قاع فاقدينها عميتوا نعميتوا نعميتوا ما عديتوا تخلبط عليكم كل شيء وراهم اللي هذه الصفات اللي شفنا والكلنا نسمعوا وتأكدنا منها راهي لا في جماعة البوليساريو لا في خلق البوليساريو الوطن والشهادة وذاك النوع من المسرحيات الشهادة هذه من مات دون عرضه ايوا العرض مالك ما ذكرته عند الفضل اللي انكرت عيالك وانكرت تركتك ايه العرض باح لك لا عند الناس الثانية ياك الشيطان كان هتموت ما العرضك انت اه ما عندك عرض بدلته ب 1070 ودوار من ريالك وشوي من الخز وقيطة وكوشات وآلة الدوش ايه دفع شو المنظمات يا أبا الشهادة ما هي خالقة ما هي خالقة هذا نوع من المسرحيات والخزعبلات ضيعونا به وفرقونا به ما هي حق الله ما هي حق لأن الحديث الشريف يقول عن المسلم القاتل والمقتول في النار إيه وكيف هذه الشهادة ثانية إذا قاع الله يتراجع خاصك بتمرح مو كام يدعوا الشهادة هم يطايحوا عند منظمات النصارى يصاوعوا قيطة ويصاوعوا شوي من الخزو وآلة الدوش وآلة التركة وشوي من الخزو وكل هناكر تركتوا قالعهم من أجل كانوا يجبر شوي هو حد انكر تركتوا يتكلم قاع عن الشرع ما شرع عن الرجل لا بيهم مثل الوجه